السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة بنت لالة نجية. الفيديو اليوم ان شاء الله نخدم معكم واحد لونسومبل. اول حاجة نبداو بها هي السروال اللي وعدتكم به، قلت لكم كيتخدم بطريقة جد سهلة وما كنحتاجوش فيه 3 متر، يعني السروال كلوش اللي كيجي واسع ما نحتاجوش فيه 3 متر. نوريكم الطريقة ان شاء الله. بالنسبة لهذا نخدمه معكم حتى هو لونسومبل، يعني الشوميز والسروال ديالو. اما هذه غتكون واحد لا شوميز اللي خاصها غادي تجي مع هذا الموديل. هذا غيكون 3 بيس، هذه تكون شوميز وهذا يكون منه السروال وغيكون الفوقاني ديال السروال وهذه تكون لتحت. دونك هنا شحال عندي المجموع كامل في الثوب؟ عندي 4 متر و50 سنتيم اللي غادي نحتاج فيها الفوقاني والتحتاني. غنقطع منها السروال ناخذ فيها 2 متر و20 سنتيم فقط، ما غاديش ناخذ فيها 3 متر. اذا هنايا من بعد ما قطعت الثوب طويته على 4 من الجهه ديال كيف كتشوفوا معايا هاد الحاشيه هذه، يعني الطول طويته على 4. الطول اللي اختاريت هو اللي طويته على 4. شحال عندي هنا من هنايا فهاد الجهه؟ عندي 52 سنتيم، يعني اسفل السروال تكون فيه 52. بغيتو اكثر من هاد 52 غادي في عوض ما ديروا مثلا 22 تقدروا تاخذوا 32، ممكن تاخذوا 42، يعني حسب شحال ما بغيتو. هنا في اسفل الموديل كتضربوها في 4 د المرات، يعني مثلا تحددي القياس اللي بغيتي. هنايا بغيتي مثلا 50 ضربيها في 4 د المرات على حسب العرض اللي بغيتي اسفل الموديل. بالنسبه للطريقه اللي عطيتكم دابا هذه خاصه بهذا الموديل هذا اللي كنخدموا فيه، يعني ما عندها حتى علاقه بشي موديل اخر. زعما تمشيو تخدموا بها مثلا شي موديل اللي فيه 20 سنتيم ولا شي حاجه تضربيها في 4 د المرات، لا، هذا موديل اللي كيجي كلوش في الاسفل. اذا اخواتي بعد ما طويت الثوب ديالي كيف كتشوفوا معايا على 4 من الجهه اللي فيها الحاشيه بهذا الشكل، يعني الطول طويته على 4. دونك هنا شنو غادي ندير؟ فاول حاجه غادي ناخذ القياس ديالي، دوره الورق تاخذوا القياس ديالكم، تاخذوا السنتيم دوروا على الحوض او الورق ديالكم ولا ليغونش بهذا الشكل. هذا الدوره كامله كتقسموها على 4، الخارج اللي خرج لكم غادي تحطوه وتزيدوا عليه 3 سنتيم. هذا هو اللي خرج لي انا 28 سنتيم وغادي نضيف عليها زائد 3 سنتيم ونحط واحد العلامه. من بعد ناخذ هذيك الدوره اللي خديت ديال الحوض، دوره كامله مقسومه على 24 سنتيم، مقسومه على 24 سنتيم. اذا ملي قسمتها على 24 خرجت لي 4.5. دونك هذيك 4.5 غنضربها في جوج مرات باش تعطيني لافوخش ديال الظهر ديال الخلف، حيت غنفصل انا الامام والخلف مره واحده. السروال جد سهل، يعني قسمتها عطاتني 4.5، هذيك 4.5 قسمها على 2 تعطيني 9. اذا هذيك القيمه اللي حطينا ربع الورق زائد 3 سنتيم زائد 9، ها هي هاد القيمه اللي كتبقى لي هنايا. سمحوا لي على هاد الاضاءه. دونك هاد القيمه هذه اللي كتبقى لي هنايا غادي نجي من هنا ونحسبها على 2، عطاتني 13 نقسمها على 2 بهذا الشكل. هذا شحال عندي هنا؟ 6.5. عقلوا معايا، هاد 6.5 غنجي لهنا نحسب من هنا 6.5 وهنا كذلك 6.5 بهذه الطريقه هذه. صافي حتى لهنا كلشي واضح صافي، وانا العبار ديالي هو بقى لي هنا في الوسط. هنا 6.5 نضرب عليها هكذا، هذه الزياده ديال الكلوش هي هذه الزياده. صافي هكذا هاد 6.5 شنو غادي ندير لها؟ غادي نجي من هنا نطويها بهذا الشكل هذا ونثبتها بالدبابيس، كامل السروال كامله نثبتها بالدبابيس. اخواتي من بعد ما ثبتها هكذا بالدبابيس شنو غادي ندير؟ غادي نجي اخواتي لهنايا وغادي نفصل الموديل ديالي عادي. غنحسب هنايا 3 سنتيم من البدايه، هذه ديال الخلف 3 سنتيم نمشي بها كامله واحد الخط هكذا. من بعد ما رسمت 3 سنتيم هذه 3 سنتيم، غنجي من هنا لهنا ونحسب 6 سنتيم، 3 سنتيم ديال الخلف و6 سنتيم ديال الخيط المطاطي يعني لاستيك، 3 سنتيم 6 سنتيم. غادي نجي من هاد النقطة من هاد الخط هذا ونحسب طول الورك من الحزام حتى لهاد لي هونش، هاد العظم اللي كيكون عندنا هنايا. انا لقيت 20 وغالبا ما كتكون 20 بالنسبة للكبار، ماشي كلشي بالحق، من الاحسن خذوا العبار ديالكم. 20 سنتيم شحال ما لقيتو غادي تضيفوا عليها 4 سنتيم، غتصبح عندي 24 سنتيم. حتى هي رسم واحد الخط ديالي هنايا. من بعد ناخذ من الحزام حتى للركبه ومن الحزام الطول النهائي هذا الشكل اخواتي. خديت من هنا من في كاينه 6 سنتيم هي اللي كنحسب منها، من هنا لهنا خط الورك، من هنا لهنا
خط الركبه، وكذلك من هذا الخط هذا ديال 6 سنتيم ماشي ديال 3، من هنا عاوتاني كنحط الطول النهائي. بالنسبه لي انا ما ضفت والو، كنخلي الطول بالضبط، يعني داكشي اللي لقيت هو اللي كنحطو، ما كنضيف والو. بالعكس بالنسبه ليكم نتوما، عفوا بالنسبه ليكم نتوما من الاحسن زيدوا 4 سنتيم وهكذا تفادوا المشاكل. بالنسبه لي انا راه كيجيني الطول هو هذاك، يعني كنتني في اسفل السروال سنتيم فقط، كيجيني الموديل هو هذاك، يعني القياس ديالي هو هذاك. دابا غادي نحط ربع الورك 28، نزيد عليه 3 سنتيم هكذا، ندير واحد الخط بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، ربع الورك زائد 3 سنتيم، هنا كذلك ربع الورك زائد 3 سنتيم، هنا كذلك ربع الورك زائد 3 سنتيم. الطريقه ديال الورك وريتها لكم، الدوره كامله مقسومه على 4، خارج اللي خرج لكم كتحطوه تزيدوا عليه 3 سنتيم. غادي نجي لهذا الخط ديال الورك هو هذا، ونخرج بدوره الورك مقسومه على 24 سنتيم، خارج اللي خرج لكم كتحطوه جوج مرات حيت عندنا الخلف والامام. غادي خرجت لي انا 4.5، غادي نحط هنا 4.5 ونعاود نزيد 4.5 بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نشوف هذه القيمه اللي انا نطلع بها ونزيد عليها سنتيم ونرسم التقويره ديالي، اولا ترسموها بهذا البيروكي هذا بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. دابا شنو اللي غادي ندير؟ ما غاديش نمشي لخط الركبه واخا رسمته ما غاديش نحتاجه. شوفوا معايا شنو غادي ندير دابا، هذيك 6 سنتيم 6.5 هي هذه اللي طويت، يعني هي هذه اللي كنت طويت من هذه الجهه هذه هكذا. من بعد بديت كنحط المقاسات عاديا بحال اللي شرحت لكم، ما غاديش نعاودهم باش ما نطولش عليكم. و 6.5 عندي من الجهه الثانيه، يعني عندي جوج مرات هنايا وانا قسمت ديك الزياده حطيت شويه هنا وشويه هنا، هذه طويتها بهذا الشكل هذا. صافي غادي نرسم نفس الطريقه اللي رسمت هنا، رسمها في الورق ونشرح لكم الباقي. انا هكذا رسمت لكم الموديل كيف كتشوفوا معايا، نفس الطريقه بالنسبه للورق. شنو كندير؟ كنجي لهاد 6 سنتيم اللي ثبتها بالدبابيس وكنفتحها كنرجعها بحال اللي كانت، هذه هي 6 سنتيم، هنا ربع الورق زائد 3 سنتيم. اذا بغيت نزيد سنتيم نكمل ربع الورق زائد 1 سنتيم ممكن نزيدها اذا كنتو كتقطعوا في السرجي، اما الا ما كنتوش كتقطعوا في السرجي راه كيجي القياس هو هذاك، راه سبق لكم جربتوا طريقتي الناس اللي قدامين معايا. دونك هنا اذا هنايا بالنسبه اللي مازال جدد مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا باش تستافدوا ان شاء الله من الدروس. اذا الطريقه جد سهله، وصلنا لهذه المرحله هذه، يعني هاد لافوخش راني درتها كيف كتشوفوا معايا. غادي نجي اخواتي لهاد النقطه ونخرج مباشره بالكلوش كامل اللي عندي في اسفل الموديل هكذا بهذه الطريقه. وهذه اللي قلت لكم هاد 6 سنتيم، هذه 0.5 هاد القيمه هذه قلت لكم لو تزيدوا سنتيم زيدوه، ما بغيتوش غتمشيو من عند 3 سنتيم مباشره الكلوش النهائي، داك القياس اللي عندنا في اسفل الموديل كامل بهذا الشكل هذا، كنكونوا سالينا الموديل ديالنا. عندنا الامام والخلف هو هذا. صافي كنجي نقطع هذيك الزياده اللي عندي حيت حطيت الطول ديال السروال كامل. كيف قلت لكم الا بغيتوا تزيدوا حق الخياطه زيدوا 4 سنتيم. هذا هو القياس ديال السروال، كنقطع الموديل ديالي بهذا الشكل هذا هكذا، هنا كنخرج الكلوش كامله بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخذ جوج قطعات هكذا، ناخذ جوج اثنان، كناخذ اثنان ونخلي اثنان هكذا بهذه الطريقه هذه. من بعد هاد 3 سنتيم ديال الخلف ما كنخليهاش، نجي نقطعها هكذا. دابا هذا هو الخلف، هنا ناقص سنتيم في الجهه الامام، كنقص سنتيم ونمشي هكذا بهذه الطريقه غير حتى لهنايا بارك عليكم. بالنسبه لهنايا عندي لافوخش ديال الامام والخلف، قلت لكم داك العدد اللي خرج ليا كنخرج به، يعني مثلا دوره الورك مقسومه على 24 خرجت لي 4.5 هي هذه، من هنا لهنا 4.5 وعاود تخرجت بها مره اخرى جوج مرات. اذا دابا غادي نخلي غير ديال الامام وغادي نقطع هذيك 4.5 ديال الخلف، حتى نتوما نفس الطريقه، يعني غنخلي دابا غير ديال الامام نقسمها على 2 هكذا في النص، وغادي نمشي للكلوش بهذا الشكل هذا. صافي غيصبح عندي هذا هو الامام وهذا الخلف. بالنسبه للخلف هذيك 3 سنتيم كنخليوها هنا في الجهه ديال لافوخش، كنخليو 3 سنتيم هكذا هنا كنخليها، وكنجي من هنا وكنجي نهبط حتى ل 3 هذه، يعني مثلا هذا هو 3 سنتيم هي هذه، كنجي من هنا هكذا حتى لهذا القنت هذا حتى لعند 4 سنتيم باش يكونوا نفس القياس اللي عندي. هنا الخلف اللي زايد فيه هو هاد 3 سنتيم، هي اللي زايده على الامام 3 سنتيم، وكنطلع كنجي نقطع من هنا نيشان لعند هاد 4 سنتيم هادي بهذا الشكل هذا. شفتوا شحال سهله الطريقه؟
صافي كنكون ساليت الموديل ديالي، راه عندي فيه جبنه، كان ديال الحزام، عندي فيه كلشي، ندوزو للطريقه للخياطه. اللي ما فهمتنيش تبع معايا، انا مازال كنكمل هنايا. شوفوا معايا اخواتي، بالنسبه للافوخ شاني بحال اللي شرحت لكم في الورقه، كنمشي من هنا الكلوش كامل اللي عندي حتى للطول النهائي حتى لهنا. ودابا هاد 6 سنتيم غادي نفتح القطعه ديالي حتى لهنا، وعاود غنوصل هذيك النقطه حتى للكلوش كامل. هكذا هذه 6.5 هي هذه هكذا بهذا الشكل هذا. وغادي نحط دابا المسطره ديالي ولا السنتيم ولا اللي بغيت، يعني هنا في كاينه 6.5، هنا راه على الثوب ما كتقادليش كتابه، دونك هنايا 6.5 هي هذه ديالي اللي كنت طويتها. غادي نجي اخواتي من هاد النقطه هذه اللي كنت عندي ربع الورق زائد 3 سنتيم، هي هذه هاد العلامه، غنجي من هنا ونوصل عاوتاني الكلوش النهائي من هاد الخط، غنمشي بالكلوش حتى للاسفل يكون الشكل ديال السروال. وغادي دابا نقطع، غادي نجي من هنايا ونقطع هاد الجزء هذا، غادي تقطع هذا يتقطع، وحتى هذا غادي يتقطع. تبعوا معايا شنو غادي ندير انا باش نسهل عليكم، غادي نخلي هاد القطعه هنايا، ولكن تردوا البال ان باش ما تقطعوهاش ما ديروا شي ورقه مثلا بغيتو هنايا ولا اللي بغيتو اللي جاتكم سهله. غنقطع دابا هاد الجزء هاد 3 سنتيم، غنقطعه ونخلي الموديل ديالي فوق الخلف، يعني الامام نخليه فوق الخلف هكذا. قطعت دابا الجهه ديال الامام هي هذه هكذا، ودابا غادي نمشي من هنا حتى نخرج زيرو، يعني غنقطع بهذا الشكل هذا هكذا، من عند 3 سنتيم غنجي حتى لهنايا بهذا الشكل هذا. صافي نمشي على حسب الطراسات فين عندي، باش يبقى لي 3 سنتيم ديال الدار هذا الجزء غيتقطع. هادو غير دوك الخيوط ديال الثوب. صافي هذا هو الخلف. غادي نجي هنايا دابا نقسم هذا الجزء، هذه القيمه نقسمها على 2. بعد ما قسمت هذا الجزء هذا يعني ديال الامام، ها هو قطعته جوج قطعات ديال الامام، هادو تقطعوا هذا الشيء تقطع. صافي هذا هو الموديل ديالي. هنايا غناخذ جوج قطعات، ناخذ جوج قطعات ديالي، هذا الامام وهذا الخلف، حاجه باينه. دونك هذا ما عنديش فيه لافوخش ما كبيراش، هذه عندي واحد القيمه فقط، اما هذه مضوبله جوج مرات. صافي ندوزو للخياطه. بالنسبه للاستيك غادي تاخذوا القياس اللي مناسب اللي بغيتو نتوما اللي مرتاحين فيه بهذا الشكل، تاخذي القياس ديالك، ما نقول لك لا نقصي 5 ولا، يعني احسن طريقه هي هذه. شوفي القياس اللي جبدي شويه لاستيك، شوفي القياس اللي انت مرتاحه فيه، انا كناخذو بهذا الشكل هذا هكذا، كنشوف القياس اللي انا مرتاحه فيه، وهذيك الزياده كتقطع. صافي كنخلي سنتيم فوق سنتيم. تبعوا معايا في الخياطه ان شاء الله. من بعد اخواتي فاش كنجيو نخيطو، هذا هو الامام، كنخيط من هنايا، نخيط الجهه ديال الخلف حتى هي فهاد الجهه هادي، هنا نسيت ما قطعتهاش غير باش يكون كلشي ان شاء الله واضح هكذا. الخلف كيكون هاد 3 سنتيم هي اللي زايده على الامام هكذا، غادي نخيطو حتى هو فهاد الجهه، وهادي من هنا ورجع معكم. بالنسبه لنوع القماش، هذا كريب تركيا، تفكرتو قلت خصني نقول عليكم، هذا كيسميوه كريب تركيا، كيجي فيه داك التكماش بهذا الشكل هذا، والقماش ديالو خفيف وبارد يعني ديال الصيف كيف كتشوفوا معايا، هو هذا الثمن ديالو 30 درهم باش خديتو للمتر. اذا هنايا بحال اللي شرحت لكم الورقه بلا ما نطول لكم، نخيط الامام بعد نخيط الخلف. ما كنخيط هاد لافوخش كنجي لهنا نفتح الثوب ديالي هكذا، ونجيب الامام بهذه الطريقه حتى هو، انا كنشرح لكم على الورقه ولكن راه نفس الطريقه ديال الثوب هكذا. كنحط هنايا كوتيات بحال هذا الشكل هذا، يعني الجناب ديال السروال الجنب ديالو، كنخيط من الجوانب ومن بعد نخيط في الوسط ديال السروال من هنايا، ونتلاقاو بالنسبه للطريقه ديال اللاستيك. اما لغري حاجه سهله بالنسبه لينا، ما خليتش الطول، يعني خليت غير الطول فقط، ما ضفتش عليه حق لغري اولا الطيه ولا الثانيه اسفل الموديل، ما خليتش، يعني كنطوي سنتيم ونص فقط هنايا في اسفل الموديل. تبعوا معايا هنا باش ما يجيكمش الديكالاج اخواتي، كتحطوا الخياطه على الخياطه. هنا وسط السروال دابا اللي كنخيط، انا كنخيط دابا هنايا الوسط ديال السروال، وصلت لهاد النقطه هي هذه، يعني هنايا كتحطوا الخياطه على الخياطه بهذا الشكل. اما الا خفتوا عندكم ما تجيكمش مزيانه حيت هذه نقطه مهمه، فمن الاحسن تثبتوها بواحد الدبوس باش ما يجيكمش الديكالاج هنايا في اسفل الموديل، يعني هنا ما يجيكمش واحد الجهه طويله وواحد قصيره، يعني يجي نفس القياس بل اسفل الموديل. علاش ما كنزيدش الطول؟ ولكن من الاحسن نتوما شوفوا شي ثوب ما محتاجينش فيه شي حاجه عندكم ديجا مستعمله، جربوا فيه هذه القضيه عاد من بعد بقاو تخدموا. انا كنحط الطول كما هو، من الاحسن نتوما خليو الزياده اسفل الموديل، من بعد من ديروا لوغري راه غيجيكم واحد شويه، غيجيكم زعما طويل، وديك الساعه نقصوا الزياده. بالنسبه لي انا ما كنخليش ديك الزياده،
كنحط الطول كما هو. هنا ملي كنجي ندير لوغلي كنحسب سنتيم ونص ديالي هكذا، سنتيم ونص ديالي. علاش كنخلي كنطوي غير سنتيم ونص؟ غنشرح لكم كيفاش وعلاش ما كنزيدش داك الطول، حيت غادي يجيني تساؤل وسولتني واحد السيده اللي كنعرفها شخصيا. دونك هنايا عندي 6 سنتيم، هذه 6 سنتيم ديال الامام، ديال الامام. اذا لاستيك انا ملي كنعد ملي كنحط لاستيك هنايا وكنعاود نطويه مره اخرى بهذا الشكل هذا، صافي. دونك شحال خديت انا هنايا؟ خديت غير 3 3 سنتيم اللي خديت، هي اللي كتطوى هنا، يعني اللي نقصات ليا من الطول ديال لاستيك. يعني هاد 3 هي اللي تحذفات، يعني كانت هكذا 3 سنتيم، كانت هكذا تطوات هنا نقصناها، شحال بقى عندي؟ بقات عندي 3 سنتيم. اذا سنتيم ونص اللي طويت كيجيني السروال هو هذاك. داكشي علاش ما كنزيدش انا الطول، جربتها عده مرات. نتوما حتى يكون عندكم شي ثوبه محتاجينش فيه وجربوها ديك الساعه عاد، يعني الا بغيتو تبقاو تخدموها. المهم اخواتي ما نطولش عليكم، ندير لوغلي اسفل الموديل ورجعوا للاستيك نوري لكم. حط سنتيم فوق سنتيم ونخيط. كنجي للحزام، لاستيك نحطو هنايا، نثبت ليبره هنايا هكذا. نجي للقنت هذا ونمشي نقلب على الخياطه. دابا مثلا الا كانت الخياطه ديال الخلف غنمشي الجهات ديال الامام، الخياطه اللي كاينه في الامام، وهكذا غادي نحط لاستيك. وديك الزياده غنجبد لاستيك مزيان، تجمع ليا داك الزيادات كلها تجمع في هاد لاستيك. بعد ما كنخيط هنايا يعني الحشي ديال اللاستيك، غادي يجي لهنايا ونطوي مره اخرى ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله. هكذا نوريكم على المان كامل بوس كيجي هاد الشكل هذا. السمر في الخياطه كنجبد مزيان هكذا نخيط. اخواتي كان هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل وتطبقوا حتى نتوما بصحتكم وراحتكم في الدرس اليوم ان شاء الله، وما يكونش طولت عليكم باذن الله. كيف كتشوفوا معايا كيجي الموديل واسع، كيجي مريح في هذا الصيف، هذا كيجي رائع الصراحه. كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله كيجي واسع هنايا في الاسفل، انتما شفتوا شحال خليت في اسفل الموديل هكذا. مازال التصوير ما كيعطيش حق لاي موديل، ما كيبانش مزيان، وبالاخص عندي الاضاءه ضعيفه مازال صراحه، ما كنخرج وما كننسى ما كنجيبش سميتو باش نقاد الامور ديالي على حساب الاضاءه. دونك هنايا كتشوفوا معايا الشكل ديال السروال هو هذا، يعني جيب شورت كيتسمى، يعني سروال وتنوره في نفس الوقت، كيجي كلوش بهذا الشكل هذا. الطريقه راه شفتوها معايا، وكاينين عده موديلات ان شاء الله نشارككم معكم. شكرا اخواتي مره اخرى، وتسناو الموديلات اللي جايين في الطريق ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.